الأولى في 26 من يوليو تموز، حكومة الوحدة الوطنية وقواتها شنت ضربة جوية على القاعدة الجوية في منطقة الجفرة التابعة للجيش الوطني الليبي. وفي 27 يوليو تموز قوات حفتر شنت ضربة جوية على القاعدة الجوية للحكومة في مصراتة. هناك زيادة لتجنيد واستخدام المرتزقة الأجانب بالإضافة لاستخدام الأسلحة الثقيلة والهجمات البرية. القوات من الجانبين لم تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. المثال الأسوأ للهجمات العشوائية كان الضربة الجوية التي ضربت مركز اعتقال أو احتجاز المهاجرين في التاجورة في 2 من يوليو تموز، بما أسفر عن مقتل 53 شخصا وجرح 87 في ذلك أطفال. الأكثر سوءا هو أن الإحداثيات الدقيقة لمركز التاجورة وغيرها من المراكز قدمتها الأمم المتحدة إلى الأطراف حتى تتجنب مثل تلك الأحداث في مايو، وتعزى معظم حالات القتل إلى الضربات الجوية، وعدد من الضحايا قتلوا من قبل الحراس الذين كانوا يمنعونهم من الهرب. والأسوأ من ذلك، بعد جهود الأمم المتحدة لنقل المهاجرين إلى مناطق آمنة، السلطات الليبية عادت إيداع 200 مهاجر إلى المركز. وسيد الرئيس، هذه المأساة تسببت في مقتل 150 مهاجرا في البحر في 25 من يوليو تموز، والأسباب الجذرية مسألة الهجرة يجب أن تعالج لإنهاء معاناتهم. الوكالات الإنسانية بالأمم المتحدة عملت بدعم من أجل تخفيف الأوضاع السيئة في مراكز الاحتجاز. أكثر من 5000 مهاجر ولاجئ محتجزون في هذه المراكز التي تديرها وكالة حكومية، و3800 منها معرضة للقتال. وما هو مطلوب يتمثل في وقف إغلاق هذه المراكز. وأحث المجلس الآن وأن يدعو سلطات طرابلس إلى اتخاذ القرار الاستراتيجي الذي طال انتظاره، إطلاق سراح المحتجزين في هذه المراكز. الأونسمل أعدت خطة من أجل تنظيم إغلاق مراكز الاحتجاز، ونسعى لدعمكم من أجل تنفيذ هذه الخطة. حتى هذه اللحظة في عام 2019 4500 مهاجر ولاجئ تم إنزالهم إلى ليبيا. هناك مخاطر تتعلق بالاحتجاز والاعتقال القسري وأن يعلقوا في القتال. المجتمع الدولي يجب أن يحول دون تكرار المأساة، وحث الدول الأوروبية أن تستجيب إلى نداءات الأمين العام المتكررة المتعلقة بنقل المهاجرين واللاجئين إلى مناطق آمنة. وأشير مع القلق إلى زيادة وتيرة الهجمات على مطار ميتيغا، والذي يمثل المطار الوحيد العامل في منطقة طرابلس الكبرى. الكثير من هذه الهجمات كانت قريبة من ضرب الطائرات المدنية التي بها المسافرون، وللأسف مع القصف المتكرر قد لا نكون محظوظين. وأدعو السلطات في طرابلس إلى وقف استخدام المطار لأغراض عسكرية، وأدعو القوات المعتدية النزاع في طرابلس وما حولها يتم استغلاله من داعش في المناطق النائية في جنوب البلاد وفي وسطها. وهناك أحداث أخرى، حيث داعش دعت المسؤولية في 2 من يونيو حزيران عن الهجوم في درنا، والذي تسبب في جرح 11 شخصا. والأسوأ من ذلك أو أكثر إقلاقا هو مؤشرات تسليم ترسانات من الأسلحة إلى جانب الطرف أو آخر، والتي تقع في يد الجماعات الإرهابية أو تباع إليهم. بعض العناصر المتطرفة سعت إلى إطفاء الشرعيات على نفسها عن طريق الانضمام إلى المعركة، وهذه وصفة لحدوث كارثة ليس فحسب لأمان وسلامة الليبيين أنفسهم، ولكن لجيران ليبيا والسلم والأمن الدوليين. لقد حان الوقت للأطراف المتناحرة أن توقف الأعمال العدائية وتعيد نشر قواتها، وأن تركز على التهديد المشترك الذي يواجه ليبيا قبل أن تصبح ليبيا ملاذا للمنظمات الإرهابية.
ويمكن أن أفيد أن هناك من استمع إلى ندائنا وتحذيراتنا، لكن الأطراف يجب أن تنأى بأنفسها عن أي عناصر متطرفة عنيفة، وأن تمنعها من الانضمام إلى هذا النزاع. السيد الرئيس، بينما قال اضطرت أونسمل إلى تقرير أثارها في ليبيا بسبب الوضع الأمني، قررت أن ألا تغادر البعثة ليبيا، وهذا يسمح الأمم المتحدة بالاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية المتنامية وشواغل حقوق الإنسان. هؤلاء الذين يهاجمون سيارات الإسعاف والمستشفيات، حماية المدنيين والعمال الإنسانيين، يتطلب جزاءات ضد من يرتكبون هذه الجرائم. لقد كان هناك زيادة غير مقبولة في الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي منذ بداية الأعمال القتالية. في 17 من يوليو تموز، مجلس النواب المنتخب أو نائبة مجلس النواب سهام سرجوة اختطفت من منزلها في بنغازي، وقد أثرت هذه القضية مع السلطات في الشرق، بما في ذلك أمس مع الجنرال حفتر. السيدة سيرجيوا يجب أن يطلق سراحها فورا، والمسؤولون عن اختطافها يجب أن يسألوا. الاختطاف ازداد بمعدل مقلق في طرابلس. مسؤول الحكومة بما في ذلك نائب مدير إدارة الأغذية والأدوية اختطف من قبل الجماعات المسلحة لتسوية حسابات ولطلب الفدية. سيد الرئيس، 4 شهور منذ الحرب الثالثة منذ 2011، يجب أن نتذكر أن مخاطر هذا النزاع أو التصعيد الكامل على ضفاف جنوب المتوسط أمر غير مقبول. قرار وقف الحرب لا يمكن تأجيله لأجل غير مسمى. ومن ثم أقدم لكم الأعمال الثلاثة المطلوبة فورا لنخرج من هذا النزاع. أولا، أدعو لهدنة تعلن من أجل عيد الأضحى، والذي سيأتي في حوالي يوم 10 من أغسطس آب. وهذه الهدنة يجب أن يصاحبها تدابير بناء ثقة بين الأطراف، تشمل تبادل الأسرى وإطلاق المحتجزين تعسفيا أو المختطفين، وتبادل رفات القتلى. ثانيا، أدعو لاجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية توطيد وقف الأعمال القتالية، والعمل معا من أجل ضمان التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة ومنع تدفق مزيد من الأسلحة إلى المسرح الليبي، وتعزيز امتثال تام للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية. ثالثا، يجب أن يتبع هذا الاجتماع الدولي اجتماع للأطراف المؤثرة في ليبيا، الأشخاص المؤثرين في هذا البلد، للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدما. هذا التوافق كان سيتحقق تماما عند عقد المؤتمر الوطني. لقد مر وقت طويل انتظارا لوقف هذا الانقسام وهذه الشكوك. هذا العمل الثلاثي سيتطلب توافقا من هذا المجلس وبين الدول الأعضاء التي لها تأثير على الأرض. بالنسبة للليبيين، يحتاجون إلى الاستماع إلى الخيرين، إنهم يقاتلون نيابة عن الآخرين وبذلك يدمرون بلدهم. مقترحات إحياء المحادثات السياسية يجب أن تكون أساساً لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية الليبية. وأعتقد أن الحل الشامل للنزاع الليبي سيتطلب التصدي للأسباب الأساسية للنزاع، وهي حرب على الموارد. الحل سيتطلب إصلاح اقتصادي منظم ومطلوب، وطريقة منصفة لتوزيع ثروات هذا البلد الواسعة. وقد اتخذنا خطوة للأمام عن طريق تفعيل مراجعة البنك المركزي
وفرعه الموازي في الشرق، وهذا ضروري من أجل تعزيز توحيد هذا المصرف وزيادة الشفافية. وكما أننا صغنا مقترحات ملموسة للسماح لأكبر عدد من الليبيين للاستفادة من استئجار النفط أو عوائد النفط مع تحقيق الرخاء للجميع، هناك جهود مطلوبة من أجل وقف تهريب الأشخاص والوقود والأسلحة والمخدرات، وهي مصادر دخل للجماعات المسلحة والعناصر الإجرامية، ويجب أن تتخذ إجراءات أيضا لمكافحة الفساد المستشري الذي ضرب بجذوره كل عناصر هذه الدولة. الإصلاح الاقتصادي يجب أن يواكبه إصلاح شامل للقطاع الأمني يسمح للسلطات الليبية بمكافحة الإرهاب وتأمين حدود هذا البلد. المسائل الأمنية الأساسية من قبيل تشرذم الجماعات المسلحة وانتشار الأسلحة الصغيرة، بالإضافة إلى غياب جيش مهني موحد لم تعالج منذ سقوط النظام السابق. الدولة الليبية لا يمكن أن تتسم بالنجاعة في عملها دون السيطرة على القوى العسكرية، وهذا سيتطلب جمع الأسلحة خارج التي تخرج عن سيطرة الدولة. ومعظم العمل الأساسي في إطار هذه الجهود تم التطرق إليه في المحادثات التي قادتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى الخطوات الداعمة من الأونسميل بعد العنف الذي وقع في سبتمبر. علينا أن نجدد هذا الزخم. وقف الحرب يتطلب إرادة الأطراف ودعم المجتمع الدولي. إذا اتفقت الأطراف على إسكات المدافع، الشركاء الأمم المتحدة والشركاء الدوليين سيكونوا مستعدين لتقديم الدعم المادي والفني من أجل تمكين الأطراف من التفاوض حول اتفاق شامل لوقف الأعمال العدائية وآليات ملائمة للتنفيذ والرصد. ومنذ نشوب النزاع، الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية دعت الأطراف الليبية لوقف القتال واستئناف العمليات السياسية. أقدر جهود الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية. الناس في ليبيا او في مدنها يوقفونني حتى انقل رسالة واضحة. غالبية الليبيين يؤمنون بانه حان الوقت لمجلس الامن لينضم الى هذه الجهود وان يدعو بشكل حاسم الى نهاية هذه الحرب التي لا داعي لها، قبل ان تتحول الى حرب اهلية مدمرة ذات تبعات وجودية محتملة على ليبيا وعلى جيرانها. منذ 70 عام تقريبا السيد الرئيس الامم المتحدة قررت انشاء ليبيا المستقلة. هذه الهيئة تطلب مسؤولية خاصة لضمان الا تتحول ليبيا إلى قطع ضعيفة غير مستقرة، وإنما أن تبقى ليبيا قوية التي اتحدت في عام 1951. وفقا من خلال دعمكم فحسب يمكن أن نساعد الليبيين حتى يطوا صفحة الماضي من أجل مستقبل واعد. شكرا جزيلا.